لا بداية ولا نهاية، لا زمان ولا مكان، فقط السكون والكمون. هذه هي حالة أين، حالة المطلق التي لا تتناولها الكبلاء بشكل موسع، وتكتفي بالقول بأنه كان في حالة استتار تام، فهو مستتر المستترين. لا يمكن الحديث عن هذه الحالة لأنه لا يتخللها زمان أو مكان، وليس لها بداية وليس لها نهاية، ولذلك تكتفي الكبلاء بأن تقول عنها بأنها حالة أين، حالة المطلق، الله الذي لا نهاية له ولا بداية. وبما أن المطلق هو الكل في الكل في هذه الحالة، فعندما أراد أن يوجد غيره قام بتقليص نوره العظيم واللانهائي في داخل فجوة أوجدها بداخل ذاته، إنها فجوة العدم، حيث قام المطلق بتقليص نوره العظيم من تلك الفجوة، ثم عاد ليدخل نوره العظيم إلى تلك الفجوة عبر مراحل عرفت بمراحل الفيض الإلهي التي تسببت بخلق العوالم الأربعة: أتزيلوت، بريا، يتزرا، أسيا. كل تلك العوالم وجدت بداخل تلك الفجوة التي أوجدها المطلق بداخل نفسه، والتي عرفت باسم آدم كادمون. سلام وسكينة، أرجو أنكم جميعا بخير يا أصدقاء. ما سمعتموه قبل قليل كان توضيح سريع جدا لكيفية خلق العوالم بحسب الكبلاء، ولا شك أنكم تتساءلون إذا كان بالإمكان أن نوضح الأمر بشكل أكبر، وهو بالفعل ما سوف أقوم به في هذه الحلقة، وهي أول حلقة في سلسلة الإشراق العظيم التي ستهتم بشرح أهم مبادئ الكبلاء والأفكار الرئيسية فيها، وأيضا ستهتم بشرح الأصول الحقيقية للكبلاء والأصول التاريخية لها. في هذه الحلقة سوف نتناول مفهوم الخلق في الكبلاء، وكيف خلق الله المطلق العوالم بداخل الفجوة التي أنشأها بداخل ذاته. وحقيقة إذا أردنا أن نبدأ بشرح مفهوم الخلق في الكبلاء، فلا بد أن نأتي سريعا على توضيح أهم مخطط بياني، وهو مخطط شجرة الحياة، لأنه بدون فهم مخطط شجرة الحياة لا يمكن فهم الكبلة. شجرة الحياة هي الرسمة البيانية التي ترونها أمامكم،
عشرة دوائر، كل دائرة تمثل مرحلة من مراحل الفيض الإلهي في عالم من العوالم الأربعة. يعني عندنا أربعة عوالم، الله فاض النور أو فاض فيضه الإلهي بداخل كل عالم من العوالم الأربعة عبر عشرة مراحل، تسمى هذه العشرة مراحل بالسفيروث العشرة، التي تتوزع على أعمدة شجرة الحياة. شجرة الحياة تتكون من هذه العشرة دوائر، بالإضافة إلى 22 مسلك يتم ربطهم ب 22 حرف من الأحرف العبرية. أول دائرة هي كيثر، يعني دائرة التاج. ثاني دائرة هي خخمة، دائرة الحكمة. ثالث دائرة هي بينا، البينة. رابع دائرة هي خيسد، الرحمة. خامس دائرة هي جفورة، الشدة أو العزم. سادس دائرة هي تفرت، الجمال. سابع دائرة هي نتزرة، النصر. ثامن دائرة هي هود، المجد. تاسع دائرة هي يسود، الأساس. عاشر دائرة هي ملكوث، المملكة. هذه هي العشر سفيروث. كلمة سفيروث مفردها سفير، وتعني ياقوت أزرق، لأن الكاباليين في أدبياتهم تخيلوا السفيروث العشرة وكأنها أحجار ياقوت مشعة بالنور الإلهي، يعني وكأنها مصابيح من النور تضيء العوالم الأربعة. فهذه هي شجرة الحياة. ننتقل من بعد أن شرحنا شجرة الحياة إلى هذا المخطط إين سوف. كما تعلمون قلنا أن المطلق عندما أراد أن ينشئ العوالم الأربعة أوجد حفرة أو ثغرة بداخل ذاته اللانهائي. هذه الدائرة أو هذه الحفرة التي أوجدها بداخله هي إين سوف، والتي تتجلى فيها حلقات الفيض الإلهي الأربعة التي تمثل العوالم الأربعة. وبداخل كل حلقة أو بداخل كل دائرة أو بداخل كل عالم يوجد عندنا عشرة دوائر، يعني عشر مراحل، اللي هي السفيروث العشرة التي تكلمنا عنها. يتضح في هذا الرسم الأمر بشكل واضح وبشكل جلي، بحيث أن عندنا نقطة البدء في الأعلى، وتندرج تحتها أول شجرة حياة، يعني أول تجلي للسفيروث العشر في عالم أتزيلوت. ثم ثاني تجلي لشجرة الحياة في عالم بريا، ثم في عالم يتزرا، ثم في عالم أسيا، ثم يصل الفيض إلى آخر مراحله حيث يتكاثف بشكل كبير جدا، فيتجسد فعليا في نقطة العالم المادي. وطبعا الفيض كلما انحدر من عالم إلى عالم، كلما تضاءل سطوعه وبريقه بشكل أكبر. حتى تتضح هذه الفكرة، أعتقد أن مثال الكشاف هو مثال رائع لتوضيح هذه الفكرة. يعني كشاف الضوء عندما يضاء يكون قوي السطوع عند مركز الإضاءة، بينما كلما ابتعد خط الضوء عن مركز الإضاءة كلما تضاءل حجم الضوء وتضاءل حجم النور. نفس الشيء الكبلاء تفترض أن النور عندما يأتي من الله في العالم الأول، عالم أتزيلوت، يكون قويا، يكون عظيما، ثم يفقد بريقه ولمعانه بشكل أقل في عالم بريا، ثم بشكل أقل في عالم يتزيرا، ثم عندما يصل إلى عالم أسيا يكون قد اتخذ هيئة مادية، يعني ثنائية المادة والوعي. الوعي سابق على المادة، الوعي الذي هو الفيض الإلهي يسبق المادة،
وبالتالي تكاثف الوعي بشكل كبير جدا هو الذي ينتج المادة. تكاثف الفيض الإلهي هو الذي ينتج المادة. أنا علقت على الصورة الواضحة أمامكم، ربما هي تعبر عن الأمر بشكل كبير، فكتبت: يفيض النور الإلهي من الله المطلق إلى أين صوف كوعي رباني محض، ثم يستمر بالهبوط عبر العوالم حيث يتكاثف ليشكل جوهر كل عالم من العوالم، وصولا إلى العالم المادي حيث يكون قد وصل لأقصى مراحل التكاثف فيتبلور ويتشكل بصورة مادية. فإذا أعتقد الأمر صار واضح، فعندما نذهب إلى هذه الصورة سيتضح الأمر وتكون الأمور واضحة. عندنا 4 عوالم، في كل عالم توجد 10 دوائر أو 10 حلقات من حلقات الفيض، هي السفروث 10، وتتجلى في كل عالم بصورة مختلفة. يعني في عالم أتزيلوت شجرة الحياة تتجلى بهيئة الأسماء الإلهية المقدسة، أما في عالم بريا فهي تتجلى بهيئة الملائكة. وطبعا عالم بريا هو عالم الإبداع والابتكار، هو العالم الذي تنشأ فيه النماذج الأصلية لكل الأشياء. عالم يتزيرا هو عالم التشكل والتكوين، يعني هنا نجد الجذر السببي لكل شيء في العالم المادي. هنا العالم المثالي، عالم يتزيرا، هنا الأرواح، هنا أيضا كل شيء في العالم المادي له جذر سببي في عالم يتزرع، فهو عالم التشكل والتكوين. أما عالم أسياء فهو عالم المادة الملموسة، كوننا الذي نعيش فيه ونعرفه. أعتقد هكذا الأمر صار واضح، بحيث أننا لو ذهبنا إلى المخطط الكبالي الأصلي، مخطط أين سوف، فسوف تكون الصورة واضحة. الدائرة الأولى هي دائرة آدم كادمون، وفيها جميع العوالم أو جميع الدوائر أو جميع حلقات الفيض الإلهي، وفي الوسط منهم جميعا نقطة المركز أو نقطة العالم المادي، أو بشكل عام المادة عموما، التي هي نقطة التقاء وتجمع الفيض. طبعا هذا شرح سريع جدا، لو أردنا أن نوضح الأمر بشكل أكبر ونفصل الأمر بشكل أكبر فيجب علينا أن نشرح كل دائرة، كل حلقة من هذه الحلقات. عندنا 4 عوالم، يعني 4 دوائر، وفي داخل كل عالم أو في داخل كل دائرة من الدوائر الأربعة توجد 10 دوائر، يعني المجموع 40 دائرة. فيجب علينا أن نشرح جميع هذه الدوائر، جميع حلقات الفيض الإلهي، وهو ما سوف نتكفل به في هذه الحلقة. سوف نشرح عملية الخلق في الكبلة. أولا كما قلنا، أول دائرة في النشأة هي دائرة آدم كادمون، آدم القديم أو آدم السماوي كما يسمى. آدم السماوي يختلف عن آدم الأرضي في الكبلة. آدم السماوي هو المخلوق على صورة الله بحسب الكبلة، بينما آدم الأرضي هو أول شخص استيقظت فيه الشرارة الإلهية أو استيقظت فيه المعرفة الروحانية. هذا مسألة نفصلها في وقت آخر، نتكلم عن آدم السماوي، آدم العلوي، آدم كادمون، آدم القديم. دائرة آدم كادمون تعرف بعين صوف، وبداخلها تنشأ جميع العوالم، وهي طبعا توجد كما قلنا منذ البداية في داخل الله المطلق المستتر الذي لا حدود له ولا نهاية له، والذي أيضا لا يمكن وصفه، مانح النور العظيم. طبعا ملاحظة، كل عالم من العوالم سوف أتحدث عنه سوف يتم
توضيحه باللون الأحمر عندكم على الشاشة. فأوضحنا مسألة دائرة آدم كادمون، ننتقل إلى مجموعة الدوائر الثانية في الفيض والتي تشكل عالم أتزيلوت، العالم الأول الذي تم إنشاؤه في داخل دائرة آدم كادمون. عالم أتزيلوت كما قلنا هو عالم الأسماء الإلهية المقدسة، والسفروث العشرة فيه تتجلى بأنقى حالاتها لأنه أول العوالم بداخل دائرة عين صوف أو آدم كادمون. لو أردنا أن نوضح هذه الأسماء الإلهية المقدسة في عالم أتزيلوت فنقول، وبشكل سريع أنا لن أقف عند كل دائرة وأشرحها لأن هذا الأمر سيأخذ وقت كبير جدا، عندما أتكلم عن كل سفروث في كل عالم من العوالم سوف أعطيه بعض الكلمات المفتاحية أو الكيوردز. فنبدأ مع هذه الأسماء الإلهية المقدسة. كيثر تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي المقدس أهي، أنا أكون. خخمة تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي المقدس يهوى، جوهر الوجود. دائرة بينا تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي أولوهيم، رب الآلهة. دائرة خيسد تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي إيل، الله الخالق. دائرة جيفورا تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي أولوهيم جيفور، الله الجبار. دائرة تفرت في شجرة الحياة تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي أولوه فدعاث، الله القوي. دائرة نتزرا تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي يهوى تزبوث، إله الحشود أو رب الجنود. دائرة هود تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي أولوهيم تزبوث، الله رب الحشود. دائرة يسود تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي شداي إلتشاي، ذو القدرة الكلية. دائرة ملكوث في شجرة الحياة تتجلى في عالم أتزيلوت بالاسم الإلهي أدوناي ملخ، الله يملك، أو الله السيد على المملكة. هذه هي الأسماء الإلهية المقدسة التي تتجلى فيها السفروث العشرة في عالم أتزيلوت. لو ننتقل بعد ذلك إلى العالم الذي يأتي بعد عالم أتزيلوت وهو عالم بريا، عالم الإبداع والابتكار، والسفروث العشرة تتجلى فيه بهيئة الملائكة. وطبعا أسماء الملائكة في عالم بريا هم كالآتي، وطبعا يتوزعون على دوائر شجرة الحياة كما هو موضح. فكيثر تتجلى في عالم بريا بالملاك ميتاترون، ملاك الحضور. خخمة تتجلى في عالم بريا بالملاك رازئيل، سفير الآلهة الذي كشف عن أسرار الكبلاء لآدم. البينا تتجلى في عالم بريا في هيئة الملاك تسفخائيل، تدبير الله وبصيرته. دائرة خيسد تتجلى في عالم بريا بالملاك تسادخائيل، عدالة الله. جفورة تتجلى في عالم بريا بالملاك سامئيل، عزم الله. تفرت تتجلى في عالم بريا بهيئة الملاك ميخائيل، شبيه الله أو مشابه لله. نتزرا
تتجلى في عالم بريا بهيئة الملاك هانئيل، نعمة الله وفضله. هود تتجلى في عالم بريا بهيئة الملاك رافائيل، الطبيب المقدس. يسود تتجلى في عالم بريا بالملاك جبرائيل، رجل الله. ملكوث تتجلى في عالم بريا بسندلفون، المسيح أو الماشيح. فهذا هو التمظهر للسفروث العشرة في عالم بريا. ننتقل إلى العالم الذي يأتي بعد عالم بريا، وهو عالم يتزرا، عالم التشكل والتكوين. والسفروث العشرة تتجلى فيه بهيئة الطاقات والقوى التي تمثل أرواح وجواهر الأفلاك السماوية. طبعا عندما نتكلم عن عالم يتزرا، فعالم يتزرا يمكن اعتباره بأنه عالم الأرواح، لأن فيه الجوهر السببي لكل شيء في عالمنا المادي، وخصوصا أرواح الكواكب، أرواح الأفلاك السماوية. يعني نحن نعلم، وشرحت قبل ذلك عن التنجيم في حلقة على قناتي، أن الأفلاك السماوية عندها طاقة تبثها وتؤثر من خلالها على المادة في عالمنا المادي. عندنا طاقة زحل، طاقة التعسير، عندنا طاقة المشتري، طاقة الانفتاح والتوسع، وهكذا كل كوكب له طاقة. طاقات الكواكب من أين تستمدها؟ يعني جوهر طاقة كل كوكب من أين تأتي؟ من عالم يتزرا. الجوهر الحقيقي لطاقات الأفلاك السماوية في عالم يتزرا. أيضا الجوهر الحقيقي لكل شيء في العالم المادي، الجذر الحقيقي لكل شيء في العالم المادي هو في عالم يتزرا، عالم التشكل والتكوين. لو نذهب إلى السفروث العشرة وكيف تتجلى في عالم يتزرا، فسنجد كما هو آتي. طبعا كما عودتكم سأقرأ الأسماء ثم سأعطي الكلمات المفتاحية، وطبعا المطلعين سوف يعرفون كيف يصلوا إلى المعرفة بما أقول، لأن كل كلمة مفتاحية تؤدي إلى فتح بوابة، تؤدي إلى فهم أعمق. لا أستطيع أن أوضح كل سفروث وبماذا يرتبط وكيف يمكن التعامل معه، فلذلك أنا أقرأ الأسماء وكذلك أعطيها الكلمات المفتاحية. فعندنا أولا الكيثر أو التاج، يتجلى في عالم يتزرا بتشايوت هكادوش، الملاك المغني، الحيوانات المقدسة. خخمة تتجلى في عالم يتزرا بأورفان، العجلات الدوارة. البينة تتجلى في عالم يتزرا بأرالين، العروش الجبابرة. خيسد تتجلى في عالم يتزرا بتشاشمالين، مجالات الهيمنة. اللامعون جفورا تتجلى في عالم يتزرا بسيرافين، القوى الأفاعي الملتهبة. تفرت تتجلى في عالم يتزرا بملاخي، الفضائل الملوك. نتزرا تتجلى في عالم يتزرا بهيئة أولوهيم، مجمع القوى الإلهية. هود تتجلى في عالم يتزرا بهيئة بينولوهيم، رؤساء الملائكة أو أبناء الآلهة. يسود تتجلى في عالم يتزرا بهيئة تشيروبيم،
الملائكة، الأبناء المطرودون، أو الأبناء الأيتام. ملكوث تتجلى في عالم يتزرى بهيئة إيشن الإنسانية، أرواح البشر الصالحين. إذن هكذا تتجلى سفروث العشر في عالم يتزرى. ننتقل من عالم يتزرى إلى عالم أسياء الذي هو عالمنا المادي، عالم المادة الملموسة. هو عالم السفروث العشرة تتجسد فيه فعليا بصورة الأجرام الفلكية السماوية المتمثلة طبعا بالكواكب. لو نرى تجليات السفروث العشرة في عالم أسياء، سنجد رسيتها جلاجولام المحرك الأول أو التجسد الأول. تمثل هذه الدائرة السديم الملتهب الذي يمثل بداية الكون المادي. كما تعلمون، الكون المادي بدأ بالانفجار العظيم واستمر في التمدد، يعني حدود كوننا المادي التي لا تزال في حالة تمدد يرمز لها بالفلك المحيط. هذا هو الدائرة الأولى أو التجلي الأول أو كيثر في عالم أسياء. أما خوخمة في عالم أسياء فإنها تتجلى بفلك الكواكب الثابتة، وهي يعني تمثل هذه الدائرة الأجرام السماوية بشكل عام، وتمثل أيضا جميع المجرات خارج مجموعتنا النجمية، يعني هي تمثل كل الكون المادي باستثناء مجموعتنا النجمية يمكن أن نقول. عندما ننزل إلى الدائرة التي بعدها، يعني عندما ننظر إلى بينا، فهي تتجلى في العالم المادي بفلك زحل شبتاي. فلك زحل هو بداخل مجموعتنا النجمية كما تعلمون، هكذا نحن صرنا نتكلم في داخل مجموعتنا النجمية. أيضا بعد ذلك خيسد تتجلى بهيئة تزيدك، يعني بهيئة المشتري. بعد ذلك جفورا تتجلى بهيئة مأديم المريخ. تفرت تتجلى بهيئة شمش الشمس. بعد ذلك نيتزرا تتجلى بهيئة نوغا الزهرة. بعد ذلك هود تتجلى بهيئة كوكب عطارد، ويسود تتجلى بهيئة القمر يروخ. بعد ذلك الملكوث تتجلى بهيئة الأرض التي هي دائرة العناصر الأربعة. وطبعا هكذا نكون قد شرحنا عالم أسياء، وشرحنا بذلك جميع حلقات الفيض في العوالم الأربعة. ولكن يتبقى عندنا مسألة، وهي مسألة نقطة العالم المادي، وهي الملكوث في عالم أسياء. وفيها يكون النور الإلهي قد تجسد فعليا كما قلنا بصورة المادة، يعني الروح وصلت لآخر مرحلة في الانبعاث. الروح يعني الوعي، وصلت لآخر مرحلة في الانبعاث والتكاثف من المصدر الذي هو الله المطلق المستتر. من الصعب في العالم المادي استشعار حضور الله، لأن الانبعاث والفيض الإلهي يكون قد وصل نهاية المراحل. لذلك، وهنا النقطة المهمة، تنشأ القشور الكليبوث في نقطة العالم المادي، وهي تشوهات في بنية الانبعاث الإلهي من المصدر، حيث لا تستطيع نقطة العالم المادي أو الأرض أن تعكس نور الله بشكل متألق وحقيقي في عالم المادة، فينتج عن ذلك التشوه ما يعرف بالجحيم أو شجرة الموت، وفيها الشياطين العشرة. طبعا هنا توضيح بعد أن قرأنا ما هو مكتوب. عندما تتكلم الكبلاء عن ملائكة وعن شياطين، فهنا ليس المقصود ما يمكن أن يجل عليه العقل من خيالات خرافية،
المقصود قوى كونية، يعني تعرفون أنتم في الفيزياء هناك قوى في هذا الكون، يعني مثل الجاذبية المغناطيسية هي قوة في الكون، أيضا السيولة الكهربائية هي قوة في الكون، وهكذا. يعني عندما يتم التحدث عن ملائكة وشياطين، فحتى لا يجنح العقل إلى فكر خرافي، المقصود هو دائما قوة من القوى الفاعلة في الوجود بشكل عام، سواء في البعد المادي الذي نعيش فيه أو في أبعاد عليا. فهذا هو المقصود. الكبلاء طبعا تتكلم أنه عندما يصل الفيض الإلهي إلى نقطة العالم المادي، يعني إلى المادة وإلى عالمنا المادي، قوة الفيض الإلهي لا تستطيع أن تعبر عن ذاتها، لا تستطيع أن تظهر بكامل قوتها وسطوعها وحضورها النقي، ولذلك تتشوه في داخل القشرة المادية. فهناك 10 قشور في عالم المادة تتشوه من خلالها بنية الانبعاث الإلهي. طبعا هذا التشوه أو هذه القشور المادية تعرف بالكليبوث أو بالشياطين 10. ولذلك قلنا وقيل من قبل أن الشياطين أو الشيطان للضرورة وليس للشر. فالكليبوث 10 في نقطة العالم المادي، وهم الشياطين في العالم المادي بحسب الكبلاء، هم 10 كما يظهر أمامكم. وهذه الشجرة التي ترونها لا تسمى شجرة الحياة، يعني شجرة الحياة هي شجرة السفروث 10، بينما هذه الشجرة التي تحوي الشياطين هي شجرة الموت، هكذا تسمى في الكبلاء، لأن الصفات التي فيها هي صفات معاكسة ومناقضة لصفات شجرة الحياة الإلهية. فلو ننظر إلى هذه الشجرة، عندنا فيها الكيثر الشيطاني، وطبعا يتجلى فيه ثومائيل، وبعد ذلك خخمة الشيطانية، ويتجلى فيها تشايغدئيل الذي يعيق، وترتبط طبعا هذه الدائرة بالشيطان آدم بليال حسب الكبلاء. بعد ذلك عندنا البينة الشيطانية ثارئيل، التستر بمظهر روحاني، وترتبط بالشيطان لوسيفوغ. بعد ذلك خيسد الشيطانية، ترتبط بجامشيكوت المزعج أو المشوش، وترتبط بالشيطان أستاروت. جيفورا الشيطانية، جولاب التحريض وإيقاد الفتن، ترتبط بالشيطان أسموديوس. تفرت الشيطانية، ترتبط بتوغاريني المشاكسة أو المجادلة، وترتبط بالشيطان بالفيغور. نتزرا الشيطانية، ترتبط بهارب سراب الغراب الناشر، ترتبط بالشيطان بعل تشانان. هود الشيطانية، تتجلى بسمائيل الذي يورط بالأزمات، الذي يوقع بالمشاكل، ويرتبط طبعا بالشيطان أدراملك. يسود الشيطانية، ترتبط بجمالئيل الفاحش أو الداعر، وترتبط بالشيطانة ليليث. عندنا بعد ذلك ملكوث أو المملكة الشيطانية، ناهيموث النجس والدناسة، وترتبط بناهيمة. هذه هي الشياطين 10 في شجرة الموت في العالم المادي بحسب الكبلاء. طبعا مما ينبغي ذكره، بما أن ذكرنا الشياطين 10، أن الذين يمارسون السحر الأسود خلال طقوس التحضير يحاولون استحضار هذه الطاقات، طاقات الشياطين 10 في شجرة الموت. على أي حال، لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل، أريد أن أنتقل إلى سؤال مهم جدا قد يسأله أي شخص، وهو بعد أن شرحنا كيفية تجلي العوالم في الكبلاء، ولابد أنكم مللتم من سماعي وأنا أتكلم عن كل عالم وكل سفروث وكل ملاك وكل شيطان، لابد أنكم تتساءلون الآن،
ما هي أهمية دراسة الكابالا؟ يعني ما الفائدة أساسا من أن تضيعوا وقتكم وأنتم تسمعون إلى كيفية خلق العالم في الكابالا، إلى هذه المسألة أصلا؟ يعني ما الفائدة من دراستها؟ وهو سؤال مهم ويستحق الإجابة عليه. وللإجابة عليه نقول إن الكابالا هي من أقدم الفلسفات الروحانية في التاريخ تقريبا. يعني البعض يحاول أن يقول أنها بدأت في القرن الثاني عشر، ولكن كل شخص لديه بحثه، ونحن بحثنا يوصلنا إلى جذور أقدم من ذلك بكثير. وبكل الأحوال في الحلقات القادمة سنتكلم عن تاريخها. هي من أقدم الفلسفات الروحانية في التاريخ، وهي فلسفة عميقة جدا، وترتبط بمجالات باطنية متعددة. يعني ترتبط بالسحر، ترتبط بالتنجيم، ترتبط بالتصوف والعرفان، ترتبط بكثير من المجالات الباطنية. أيضا أهمية دراسة الكابالا أن هذه الفلسفة الروحانية الباطنية قد أثرت في لاهوت وعقيدة جميع أديان الشرق الأوسط، وبالأخص الأديان الإبراهيمية. يعني المرجع الحقيقي لجميع أديان الشرق الأوسط هو الكابالا. لذلك لا يمكن أن نفهم الكتب الدينية المقدسة ونفك شفراتها وطلاسمها وألغازها إلا من خلال وضعها تحت ضوء تعاليم الكابالا، لأنه تعاليم الكابالا هي المصدر الأصلي لهذه الأديان. لذلك من هنا أهمية الكابالا، هي المفتاح لحل الألغاز في الديانات الإبراهيمية على وجه التحديد، وحتى الديانات الأقدم من الديانات الإبراهيمية في منطقة الشرق الأوسط، لأن منطقة الشرق الأوسط هي المنطقة التي سادت فيها تعاليم الكابالا منذ عصور قديمة. وطبعا هاي فرصة لحتى نجيب على سؤال كان دائما يتكرر من قبل كثير من الناس، أنه لماذا لا يوجد أنبياء أو ذكر لظاهرة النبوة في أي مكان في العالم إلا في الشرق الأوسط؟ يعني لماذا عندما بحثنا في تاريخ الشعوب والحضارات القديمة لم نجد أنبياء في أمريكا الشمالية، لم نجد أنبياء في أسبانيا، لم نجد أنبياء في أوروبا، لم نجد أنبياء في الصين؟ لماذا فقط دائما مفهوم النبوة وظاهرة النبوة والأنبياء لا يوجد إلا في الشرق الأوسط؟ يعني عبر التاريخ لم يظهروا أنبياء ولا أديان فيها فكرة النبوة إلا في منطقة الشرق الأوسط. ربما الحضارات الثانية كانت عندها مفهوم التجلي الأفاتار مثل الهند، ربما كان عندهم مفهوم مثل الحكماء، ربما كان عندهم مفهوم مثل الفلاسفة في اليونان مثلا، ربما كان عندهم مفهوم مثل الشامانات مثل شعب الهنود الحمر وغيرهم اللي كانوا يعتمدوا على مفهوم الشامان. حقيقة بنجد عند كل الثقافات مفاهيم متعددة، لكن مفهوم النبوة لا نجده إلا في منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ سؤال يعني عليه علامة استفهام كبيرة جدا، ودائما ما يطرح لماذا لا نجد أنبياء في خارج هذه المنطقة؟ أنا طبعا لن أجيب على هذا السؤال بشكل مباشر، لكن سأعطي تلميح لأن التصريح قد يوقع في مشاكل. الإجابة على هذا السؤال حقيقة لو كانت الكابالا انتشرت في مكان آخر في العالم غير منطقة الشرق الأوسط، يعني في العالم القديم أقصد، لو كانت الكابالا انتشرت في العالم القديم في مكان غير الشرق الأوسط لوجدنا أنبياء في خارج منطقة الشرق الأوسط. ولكن الكابالا في العالم القديم لم تكن منتشرة إلا في المحافل والمدارس السرية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك لم نجد أنبياء إلا في منطقة الشرق الأوسط. فأهمية الكابالا هي من هنا، أنها تعطينا مفاتيح لفهم وفكفكة ألغاز كثيرة جدا، وفهم أشياء كثيرة جدا، خاصة لمن يبحث
في التعاليم الدينية لشعوب العالم وللعالم بشكل عام. هذه هي أهمية دراسة الكفلاء. طبعا سأنتقل بكم وأخذكم إلى مقولة للأستاذ الماسوني ألبرت بايك، مقولة مهمة جدا له. لكن أولا نعطي نبذة عن الرجل. الرجل كان ماسوني حاصل على درجة الشرف 33، وتزعم لفترة طقس المحفل الإسكتلندي للماسونية في الغرب. يقول الأستاذ الماسوني ألبرت بايك في أحد كتاباته، ولديه كتابات كثيرة بالمناسبة، يقول كلام خطير جدا ومهم جدا. يقول: كافة الأديان المتشددة التي تتمحور حول عقائد جازمة غير قابلة للنقاش، لابد من أنها انبثقت من الكبلاء وتعود إليها كمرجع أخير. إن كل شيء علمي وعظيم ظهر على المسرح الذي يخرجه المتنورون هو مستعار من الكبلاء. انتهى. كلام خطير جدا، كلام يحمل في طيات معانيه إشارات مهمة لمن يهتمون بالبحث. فهل أنتم باحثون؟ إذا كنتم باحثون فاستمعوا، هذا بحث، هذا تقصي عن الحقائق. الرجل يقول أن كافة الأديان المتشددة، يعني كافة الأديان الراديكالية التي لا تقبل بوجود لون رمادي، كل شيء بالنسبة لها إما أبيض أو أسود، يقول عنها أنها جميعا تستمد لاهوتها الفلسفي والعقائدي من الكبلاء. هل هذا الكلام صحيح؟ حقيقة كما تعلمون نحن تناولنا هذه المسألة كثيرة، يعني لا حاجة أن أوضحها بشكل كبير، تناولناها بشكل موسع جدا، وأوضحنا كيف أن اليهودية والمسيحية ترتبط كثيرا بالكبلاء، وهناك أشياء في العهدين، العهد القديم التناخ والعهد الجديد الأناجيل الأربعة، لا يمكن فهمها إلا إذا وضعت تحت مجهر الكبلاء. وعندي طبعا مع صديقي أبو لبنان في مجلس الحكمة 14 أوضحنا ذلك بشكل موسع، وأيضا قدمنا تأويل باطني لقصة شمشون الجبار في حلقة أسميناها السر المكنون في قصة شمشون، وأوضحنا كيف أن قصة شمشون هي قصة أسطورية خرافية في ظاهرها لا معنى لها، يعني إذا أخذت بمعناها الظاهر لا معنى لها، يعني مجرد أسطورة خرافية، لكن إذا تم تسليط ضوء الكابلاء عليها وقرأت من منظور باطني هو منظور الكبلاء، فسوف نستطيع أن نفك شفراتها المرتبطة بالكبلاء. أوضحنا هذه المسألة بشكل كبير جدا. ولذلك أنا لن أتحدث عن ارتباط اليهودية والمسيحية بالكبلاء، لأني تحدثت عن هذه المسألة بشكل كبير جدا في حلقات سابقة، يعني هي مسألة قتلناها بحث أنا وصديقي أبو لبنان في مجالس الحكمة وفي حلقات أخرى. ولذلك أنا لن أتكلم عن اليهودية والمسيحية وارتباطهم بالكبلاء، ولكن أريد أن أدخل إلى موضوع آخر، وهو ارتباط التعاليم الإسلامية بالكبلاء. وسأحاول في ضوء ما شرحناه في هذه الحلقة حتى الآن أعطيكم إضاءة على بعض النقاط وبعض الآيات في القرآن الكريم التي تحوي على معاني بالفعل كابالي، يعني هي آيات موجودة في القرآن الكريم سنقرأها، ولكن هذه المرة سنضعها تحت مجهر الكبلاء في ضوء ما تعلمناه حتى الآن في هذه الحلقة، وسنرى كيف هذه الآيات تتوافق، ليس بنسبة 80 أو 90%، لا بنسبة 100% مع الفكر الكابالي، وهي آيات موجودة في القرآن. وطبعا ممكن البعض يتساءل لماذا ستفعل ذلك، والإجابة هي ببساطة أنكم تعلمون
أن المفسرين جميعا للقرآن هم مفسرين ظاهريين، يعني لذلك عندما تمسك بكتب التفسير ربما أول كلمة تقع عليها عيونكم واختلف الفقهاء، واختلف الفقهاء، لا يوجد إجماع على شيء. وتقريبا عندما نقرأ كتب التفسير نجد بأن هناك حالة من التخبط، يعني كل مفسر يجرب أن يعطي معنى من رأسه، ويا ليته يعطي معنى واحد وإنما يعطي 20,000 معنى لآية واحدة. هذا يعني أن هذا الشخص يجرب يمين، فإذا لم ينجح معه اليمين يجرب اليسار، إذا لم ينجح معه اليسار يجرب الأعلى، إذا لم ينجح الأعلى يجرب الأسفل. يجربون التفسير، يجربون، وطبعا يكفرون الفرق الباطنية، هم يعتبرونها متزندقة، لكن الفرق الباطنية تريد أن تعطي معنى واحد، لأن أهم شيء فيما نقرأ هو المعنى الذي نتحصل عليه من القراءة. ولذلك السؤال، هل لو وضعنا القرآن تحت مجهر الكبلاء سنحصل على معنى واحد ومعنى عميق ومعنى له قيمة بالفعل؟ لأن هذا هو المهم. أنا قبل أن أنتقل طبعا إلى آيات القرآن الكريم التي سوف نعرضها في هذه الحلقة ونربطها بالكبلاء، أريد أن أوضح الصورة التي أضعها لكم على الشاشة. أنتم طبعا ترون مجموعة من الصور أمامكم، أهم صورة ممكن أن تكون أمامكم هي محفل نبلاء النظام العربي القديم. محفل نبلاء النظام العربي القديم هو محفل ماسوني يستخدم رموز إسلامية، وحتى القسم الماسوني في هذه الدرجة لا يكون على أي كتاب، إنما يكون على القرآن الكريم. يعني الماسوني يقسم قسمه على القرآن. أيضا المكان الذي يجتمع فيه محفل نبلاء النظام العربي القديم يسمى بمحفل مكة أو معبد مكة، وطبعا يرتدون دائما هم أزياء عربية، وربما أهم شيء يميزهم هو الطربوش الأحمر الذي أضع لكم صورته، وهو طبعا مستعار من الإسماعيلية، يعني الطربوش الأحمر هو خاص بالفرقة الإسماعيلية، إحدى أهم الفرق الباطنية في الإسلام. طبعا هناك صورة للكعبة أنا وضعتها متعمدا في وسط نقطة العالم المادي لحاجة في داخل نفسي، شرحت طبعا مع صديقي أبو لبنان من قبل رمزية الكعبة وارتباطاتها. أيضا تظهر صورة هي صورة مأخوذة من متحف أصفهان في إيران، هذه الصورة هي تصوير للإمام علي وتظهر فيها رموز الماسونية بشكل واضح. بكل الأحوال دعونا ندخل إلى أول آية موجودة معنا. أول آية موجودة معنا هي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من الوهلة الأولى يبدو أن الآية تتكلم عن آدم، الله خلقه ثم أراد أن يعلم الأسماء ثم أراد أن يعرضوا على الملائكة، يعني هذا هو الظاهر للآية. بينما عندما نضع هذه الآية في مجهر الكبلاء، فكما تعلمون أول دائرة تم إيجادها في داخل الذات الإلهية اللانهائية هي دائرة إين سوف، دائرة آدم كادمون. بينما العالم الأول الذي تم إنشاؤه وتم إيجاده وخلقه في داخل دائرة آدم كادمون هو عالم الأسماء الإلهية المقدسة، عالم أتزيلوت. وهكذا الآية لما تقول وعلم آدم الأسماء كلها، عندما نعود إلى الكبلاء نجد أن أول العوالم التي تم إنشاؤها في داخل دائرة آدم هو عالم أتزيلوت، عالم الأسماء. أول مراحل الفيض في داخل دائرة آدم هو عالم أتزيلوت، عالم الأسماء. نكمل الآية ثم عرضهم، لماذا لم يقول ثم عرضه؟ لماذا يقول عرضهم؟ لأنه يتكلم عن السفروث العشرة، ثم عرضهم
على الملائكة. ثاني العوالم التي تم إيجادها في داخل آدم كما قلنا هو عالم برية الذي توجد فيه الملائكة. فهكذا الآية صار لها معنى وعلم آدم الأسماء كلها. أول العوالم التي وجدت في آدم هو عالم أتزيلوت، عالم الأسماء الإلهية المقدسة. ثاني العوالم التي وجدت في داخل آدم هو عالم برية، عالم الملائكة. فأعتقد الأمر صار واضح بالنسبة لهذه الآية. لو ننتقل إلى آية أخرى نجد ذكر لشجرة الموت في القرآن، في سورة الصافات من الآية 62 إلى الآية 65. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الآية اختلف عليها المفسرون، ما هي هذه الشجرة التي تسمى الزقوم، ولماذا تظهر وتخرج في أصل الجحيم، ولماذا طلعها كأنه رؤوس الشياطين؟ وطبعا بدأ الخيال عند المفسرين، لكن عندما نذهب إلى الكبلاء نجد أن الشجرة الملعونة هي شجرة الموت التي فيها الشياطين العشرة، وهي بالفعل تنشأ في أصل الجحيم، لأن الجحيم هو العالم المادي، في دائرة العالم المادي، في قشرة العالم المادي يتشوه الفيض الإلهي وتنشأ شجرة الموت كما تحدثنا. فشجرة الموت طلعها كأنه رؤوس الشياطين، لأن الشياطين ترتبط بدوائرها العشرة. فأعتقد الأمر صار واضح. أيضا آية أخرى تتكلم عن شجرة الموت في القرآن، وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وإذ قلنا أن ربك أحاط بالناس، ما مفهوم الإحاطة؟ هو مفهوم كابالي، الإحاطة أن كل شيء هو في داخل الذات الإلهية، ابتداء من دائرة آدم كادمون الأولى التي تمثل فجوة في داخل الذات الإلهية، وانتهاء بنقطة العالم المادي، كل شيء في داخل الله، كل العوالم هي في داخل الذات الإلهية اللانهائية والغير محصورة والغير محدودة. فهذا مفهوم الإحاطة كابالي، مفهوم كابالي. وإذ قلنا إن ربك أحاط بالناس، بالفعل المطلق في الكبلاء يحيط بكل شيء، يحيط بكل العوالم. تكمل الآية بعد ذلك حتى نصل إلى والشجرة الملعونة في القرآن. طيب لماذا هي شجرة ملعونة؟ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. هي شجرة ملعونة لأن الشياطين موجودين عليها بحسب الكبلاء، الشياطين العشرة في شجرة الموت. ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا، السحر الذين يمارسون السحر الأسود. معروف في الكبلاء أن الذي يتواصل مع الشياطين العشرة في شجرة الموت سوف تساعد في البداية هذه القوى في أعمال سحرية، ولكن في النهاية سوف تقوم بعمل عكسي أو دورة عكسية وتجلب له نتائج سيئة تقع عليه. الربط بين هذه الآية وبين شجرة الموت كبير جدا. لو ننتقل بعد ذلك إلى آية من الآيات التي اختلف أيضا عليها مفسرين القرآن وسموها آية الاستخلاف. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخره، سورة البقرة الآية 30. المفسرين قالوا أن كلمة خليفة تعني ممثل للذات الإلهية، يعني هو ممثل الله. وأنا حقيقة لا أعرف كيف ربطوا بين كلمة خليفة وبين كلمة ممثل. ثم سؤال، هل الله لا يستطيع أن يأتي بممثل عنه يكون ممثل حقيقي عنه؟ يعني نحن كبشر استطعنا أن نخترع برلمانات نيابية
وهذه البرلمانات النيابية أو مجالس الشعب نختار فيها ممثلين عن الشعب، والشخص الذي لا يستطيع أن يمثل الشعب في وزارة من الوزارات بشكل ممتاز نقوم بخلعه ونأتي بشخص أفضل منه. فهل الله عاجز عن ذلك؟ هل الله عاجز عن أن يأتي بممثل له لا يسفك الدماء، ممثل له لا يفسد في الأرض؟ يعني معقول الملائكة كانوا معتقدين بأن الشخص الذي سيختاره الله ليمثله سيكون مفسد في الأرض وسافك للدماء؟ إذا كانت الملائكة تعتقد بهذا الشيء فيعني أن الملائكة كانت تعتقد بأن الله نفسه هو مفسد، لأنه ممثله الشخص الذي سوف يقوم بدوره سيكون مفسد. هذه تستتبع تلك وهذه تستلزم تلك، فهذا الربط خطير الذي قام به المفسرون عبر العصور. كلمة خليفة في اللغة العربية كما تعلمون، الخليفة تأتي من كلمة أو من الجذر الثلاثي خلفة، والخلف هو الشيء الذي يأتي بعد الذي سبقه، الشيء الذي يأتي بعد الشيء الذي سبقه. يعني نقول الولد خلف أبيه، يعني الولد جاء بعد أبيه، وهكذا الشيء الذي يأتي بعد التالي يقال عنه بأنه خليفة لأنه يخلف ما سبقه. فكلمة خليفة ترتبط بمفهوم باطني عميق في الكبلة، هو مفهوم الكليبوث. الكليبوث قلنا عنها أنها هي القشور التي تشكلت منها شياطين العالم المادي في شجرة الموت التي يسميها القرآن شجرة الزقوم، نتيجة لعدم قدرة نقطة العالم المادي على إظهار نور الله المنحدر عبر الفيض بصورة صافية. حقيقة من الأشياء التي يجب أن نذكرها أيضا أن الكليبوث ومفردها كليبا التي تعني القشرة أو الصدفة تنطق باللغة العبرية بلفظ مقارب جدا لكلمة خليفة في اللغة العربية، وطبعا لن تصدقوني. ولذلك أبسط شيء أن يذهب الواحد فيكم إلى ترجمة جوجل المتوفرة بيد الجميع ويكتب كلمة كليبا بالعبرية ويستمع إلى كيف تنطق بالعبرية، تقريبا نفس نطق كلمة خليفة بالعربية. كليبا 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 كليبا. يعني أعتقد أن الأمر صار واضح جدا. فلو عدنا إلى الآية، إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض كليبا، وقلنا أن الخليفة في اللغة العربية هو الشيء الذي يستتبع ما سبقه، وهذا هو نفس المفهوم الكابالي. الكليبا هي آخر مرحلة من مراحل الفيض الإلهي، يعني هي التي جاءت بعد أن انسفل الفيض إلى أدنى المستويات، هي التي خلفت جميع المستويات التي سبقتها في الفيض الإلهي، هي القشرة المادية. إني جاعل في الأرض كليبا خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، صار للآية معنى. يعني أنت يا رب تريد أن توجد الكليبوث اللي منها سوف تأتي الشياطين العشرة في شجرة الموت، يعني أنت يا رب تريد أن توجد الشياطين التي سوف يستعملون في السحر الأسود، تريد أن توجد الكليبوث، هذا سوف يؤدي إلى الإفساد في الأرض. هكذا صار للآية معنى، هكذا صار للآية معنى. لو نذهب بعد ذلك وبعد أن أوضحنا هذه المسألة إلى نقطة مهمة وآية أخرى مهمة يجتمع فيها ذكر شجرة الحياة مع شجرة الموت، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. الآيات من 24 إلى 27 في سورة إبراهيم. حقيقة لو نقف عند الكلمات في هذه الآية ونربطها بالكبلة سنكتشف أمور خطيرة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ قلنا أن شجرة الحياة أصلها في العالم العلوي الأول، عالم أتزيلوت، هو كلمات، هو الأسماء الإلهية العشرة. كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. في الأدبيات الكابالية توصف شجرة الحياة بأنها شجرة مقلوبة رأسا على عقب، يعني جذورها في الأعلى وفروعها في الأسفل. جذورها تتصل بالله المطلق وتستمد منه الفيض الإلهي، وفروعها تغذي جميع السماوات أو جميع العوالم الكابالية الأربعة. هذا وصف كابالي. أيضا في الكبلاء، ومسألة يجب أن نوضحها، العوالم تسمى سماوات لأن كلمة سماء لا تعني فقط المظهر الذي نراه عندما ننظر فوق رؤوسنا في الطبيعة، وإنما أيضا تعني المرتفع. هي كلمة تأتي من السمو، سماء تأتي من سماوة والتي ألحقت فصارت سماء، يعني اعتلى وارتفع. فالعوالم لأنها ترتفع في الفيض الإلهي فوق العالم المادي تسمى سماوات. فالسماوات هي التي تسمو فوق عالمنا، وهي العوالم السابقة على عالمنا في تراتبية الفيض بحسب الكبلة. فعندما يقول القرآن أصلها ثابت وفرعها في السماء، هو بالفعل شجرة الحياة أصلها ثابت كما قلنا، وفروعها تغذي جميع السماوات جميع عوالم الفيض. بينما الآية تتحدث عن شجرة الموت تقول ومثل كلمة خبيثة، أسماء الدوائر في شجرة الموت، ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة شجرة الموت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. حقيقة توصف شجرة الموت في التقاليد الكابالية بأنها شجرة ترتبط بالأرض، ترتبط بالعالم المادي، لأن الأرض حتى هي رمز للعالم المادي، وقد مر معنا ذلك ونحن نشرح تراتبية العوالم في الفيض. آخر شيء جئنا عليه هو الأرض، هي نقطة العالم المادي. ولذلك القرآن يقول اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا اجتثت لأنه في نهاية العهد سوف يتم تصحيح الكليبوث، سوف يتم تصحيح الشر في العالم بحسب الفكر الكابالي، يعني سوف تجتث من فوق الأرض. بكل الأحوال لا نريد أن نتوسع أكثر في هذه النقطة، نريد أن نذهب إلى آية أخيرة، وهي تقريبا أهم آية في القرآن تحمل معاني كابالية. الآية 35 في سورة النور. لو نبدأ مع الآية فهي تقول الله نور السماوات والأرض. قلنا أن السماوات هي العوالم الأربعة في الكبلة، وقلنا تسمى العوالم في الأدبيات الباطنية سماوات لأنها تسمو فوق العالم المادي، لأنها أبعاد أكثر رقيا وأكثر روحانية من البعد المادي، ولذلك تسمى سماوات لأنها تسمو. فالله نور السماوات، بالفعل في الكبلة النور الإلهي الفيض الإلهي يمر عبر كل العوالم عبر كل السماوات. والأرض بالفعل أيضا النور الإلهي يصل إلى نقطة المركز، يصل إلى نقطة العالم المادي، حتى وإن كان في نقطة العالم المادي يتشوه في قشور الكليبوث، ولكنه يصل إلى العالم المادي. يكمل فيقول مثل نوره كمشكاة. هنا نتوقف. ك
كلمة مشكاة في اللغة العربية هي كلمة تشير إلى المكان الذي يوضع فيه المصباح، مصباح الإنارة. يعني قديما قبل اختراع الكهرباء في البيوت القديمة كانوا يحفرون في الجدار أماكن حتى يضعوا فيها المصابيح لتضيء الغرف. فالمشكاة هو وصف دقيق جدا للحفرة التي أوجدها المطلق بداخل ذاته حتى يخلق فيها العوالم، حتى يفيض إليها النور. دائرة آدم كادمون هي مشكاة، لأن فيها يتم إدخال النور، فيها يتم الفيض الإلهي. كيف يتم الفيض الإلهي فيها؟ كيف يتم إدخال النور إلى هذه المشكاة؟ كمشكاة فيها مصباح. إذن هناك مصباح في داخل هذه المشكاة، وقلنا أنه في الأدبيات الكابالية تعتبر السفروث العشرة والتي تتجلى في كل عالم من العوالم الأربعة تعتبر مصابيح، تعتبر أنوار، أنوار الله التي تنير العوالم. كمشكاة فيها مصباح، دائرة آدم كادمون وفيها المصابيح العشرة، فيها السفروث العشرة. المصباح في زجاجة. لو تلاحظوا هنا يتكلم عن شيء تكلمت عنه في بداية هذه الحلقة، وهو أن الكاباليين افترضوا أو تخيلوا أن السفروث العشرة في شجرة الحياة ليس فقط أنها مصابيح، وإنما هي يواقيت مشعة، أحجار كريمة مشعة. هكذا كانوا يتخيلون السفروث العشرة، وهذا شيء شبيه جدا بهذا التصوير. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. تكلمنا قلنا أن السفروث العشرة في عالم أسياء في عالم المادة تتجلى بهيئة الكواكب الفلكية، يعني البينا تصبح شبتاي، تصبح زحل، خيسد تصبح تزيدق أو المشتري، وهكذا. يعني كل سفروث من السفروث العشرة يتجلى بكوكب من الكواكب في عالم أسياء في العالم المادي. فالزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، شجرة الحياة الكابالية التي تتوزع عليها جميع السفروث العشرة، يوقد من شجرة مباركة. زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. رمزية الزيت في الكبلاء وفي التعاليم الباطنية عموما رمزية ترتبط بالنور الإلهي. لذلك المشيح كان يمسح رأسه بالزيت، سواء داود أو غير داود من مسحاء الرب، هم سموا مسحاء لأنه تم مسح رؤوسهم بالزيت. فالزيت هو بحسب الكبلاء وبحسب التعاليم السرية هو رمز للنور، زيت الزيتون رمز للنور الإلهي. وعندما كان يوضع على رأس المنتسب لمدارس الحكمة السرية كان المقصود بذلك الإشارة إلى رمزية أن هذا الشخص قد صار ممتلئا بالنور، أن هذا الشخص قد وصل إلى مرتبة أن يكون مسيحا للرب. فهذه هي رمزية الزيت، زيت الزيتون تحديدا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. لو نلاحظ نحن في مخطط تجلي العوالم الكابالية نجد أنه بالفعل النور في عالم أتزيلوت هو يأتي على النور في عالم برياء، ثم النور في عالم برياء يأتي على النور في عالم يتزيرا، وهكذا النور يأتي على النور فيكثفه وصولا إلى نقطة العالم المادي التي هي نقطة تركيز التكاثف والانبعاث الإلهي. فأعتقد أني شرحت بما يكفي ارتباط هذه الآيات بمفاهيم كابالية. آتي الآن على مسألة أخرى، وهي ارتباط الأديان الإبراهيمية بشكل عام بالكبلاء.
وهي مسألة ربما لا يعرفها الكثيرون أو يعرفها البعض ويجهلها البعض الآخر. حقيقة عندما ننظر في الأديان الإبراهيمية نجد أن أكثر مفهوم بين هذه الديانات هو مفهوم النبوة، يعني هذه الديانات تتميز بأنها تؤمن بمفهوم النبوة ومفهوم الوحي، وهذه المفاهيم هي بالأساس مفاهيم لمن يطلعون ويعرفون، هي مفاهيم كابالية، مفهوم النبوة والوحي. ونجد أيضا أن هذه الأديان تؤمن بمفهوم مثلا مثل التوحيد ومفاهيم كثيرة جدا متشابهة جدا. أيضا تؤمن بالملائكة هذه الأديان، وتؤمن بالشياطين وبكل ما ذكرناه في الكابالة. فالسؤال الذي يطرح، إذا كانت هذه الأديان تؤمن بأشياء متشابهة جدا، فما هو سر الاختلاف بينها؟ يعني لماذا هذه الأديان تكفر بعضها البعض؟ أو على الأقل لا تجد نقاط للاتفاق بين بعضها البعض؟ لماذا العداوة متجذرة ومترسخة؟ ما هو جوهر الخلاف بين هذه الأديان إذا كانت تحمل كل هذا التشابه والتطابق فيما بينها؟ حقيقة عندما نبحث جيدا نجد أن أكثر كلمة يتم تكرارها بين أتباع هذه الأديان عندما يكفرون بعضهم البعض ويلعنون بعضهم البعض هو مفهوم الانحراف. المسيحية جاءت بعد اليهودية واتهمت اليهود بأنهم انحرفوا، اتهمت اليهود بأنهم انحرفوا لأن الفريسيين لم يتبعوا يسوع ولا يوحنا المعمدان، فاتهمتهم المسيحية بأنهم انحرفوا لأنهم انتظروا مسيح بن دافيد، وعندما جاء في صورة يسوع كما تعتقد المسيحية لم يؤمنوا فيه، فهذا تعتبر المسيحية انحراف لليهودية. أيضا الإسلام يعتبر أن اليهودية أولاد إسحاق انحرفوا عن العهد مع إبراهيم لأنهم لم يؤمنوا بيسوع بأنه المسيح، ولم يؤمنوا بدعوة يوحنا المعمدان، وبالتالي الله غير عهده وأصبح عهده مع بني إسماعيل اللي هم العرب المسلمين لأن اليهود انحرفوا. وطبعا يعتقد الإسلام بأن المسيحية أيضا انحرفت لأنها ألهت المسيح. فأكثر كلمة بنجدها شائعة عند هذه الأديان عندما تكفر بعضها البعض وتلعن بعضها البعض هو مفهوم الانحراف. فهل مفهوم الانحراف نفسه هو مفهوم كابالي ولا هو مفهوم ظاهري لا أساس له إلا في ظاهر الأمر؟ حقيقة مفهوم الانحراف مفهوم كابالي بامتياز. نحن أحبائي لو نذهب إلى شجرة الحياة نجد أن هنالك ثلاثة أعمدة في شجرة الحياة. شجرة الحياة تتشكل من ثلاثة أعمدة، عمود أيمن وعمود أيسر وعمود وسط. الكابالة تشدد على أن الإنسان الكابالي الذي يريد أن يمارس الكابالة يجب عليه أن يبقى ملتزما بمسار الخط الوسط، خط إيل، خط الذات الإلهية. وتعتبر الكابالة أن الذي يذهب باتجاه العمود الأيمن أو باتجاه العمود الأيسر أنه انحرف، يعني مفهوم الانحراف مفهوم كابالي. الذي يذهب باتجاه العمود الأيمن هو ينحرف فيصير من أصحاب اليمين، القرآن يتكلم عن أصحاب اليمين، والذي يذهب باتجاه العمود الأيسر يصير من أصحاب الشمال، وأنتم تعرفون القرآن يتكلم عن أصحاب الشمال. بينما الذي يسير في العمود الأوسط في شجرة الحياة فهو يسير في الصراط المستقيم، القرآن يصفه بالصراط المستقيم. هاي كلها مفاهيم كابالية. فجوهر الاختلاف والصراع بين الأديان الإبراهيمية حقيقة هو حول هذه النقطة، أن كل ديانة تعتبر أنها تمثل الخط الوسط في شجرة الحياة. فلذلك سأعرض وجهة نظر كل ديانة وما تراه في نفسها. فلو نبدأ مع النظرة اليهودية، تعتبر اليهودية نفسها أنها الخط الوسط لأنها ديانة بني إسرائيل المختارين من الرب
من أجل تصحيح العالم بحسب فهمهم لسفر زوهر، كما تنظر اليهودية التقليدية إلى المسيحية والإسلام على أنها هرطقات وأن يسوع مجرد مسيح كاذب ادعى أنه هو المخلص، بينما محمد مجرد مدعي للنبوة ادعى النبوة لكي يقيم دولة ويصنع مشروع سياسي. هذه هي النظرة اليهودية التقليدية. أيضا اليهودية رمزيتها كما تعلمون الشمعدان السباعي الذي يشير إلى الكواكب السبعة وإلى اليوم السابع وإلى الشبتاي، لكن ربما البعض يجهل بأن أيضا الشمعدان السباعي يحمل رمزية شجرة الحياة. الشمعدان السباعي فيه عمود في الوسط يتفرع منه ثلاثة أعمدة إلى اليمين تمثل السفروث الثلاثة على العمود الأيمن، ويتفرع منه ثلاثة أعمدة على اليسار تمثل الثلاثة سفروت على العمود الأيسر. فرمزية شجرة الحياة حتى تتجلى في الشمعدان اليهودي، فهاي رمزية تريد اليهودية من خلالها أن تشير ولو من بعيد وبشكل رمزي أنها تمثل الخط الوسط. لو نذهب إلى المسيحية سنجد أن النظرة المسيحية تختلف. المسيحية تعتبر نفسها أنها هي الخط الوسط وتحتج برمزية الصليب الذي تعتبر المسيحية الباطنية رمزا للعمود الوسط في شجرة الحياة، لأنه كما تعلمون الصليب هو تقاطع، وتقاطع يقع في الوسط، تقاطع يقع في الوسط. أيضا المسيحية تتحدث عن رمزية صلب المسيح بين رجلين وتعتبر بذلك الشمس في وسط العمود الأوسط. لو تذكرون في حلقة شمشون الجبار قلنا أن شمشون يمثل الخط الوسط في شجرة الحياة، وأنه قام بالتضحية بنفسه وسط عمودين في معبد الفلسطينيين. أيضا المسيح ضحى بنفسه وسط صليبين، يعني كان هو في الوسط وكان مصلوب بين رجلين، يعني بين عمودين. فهي المسيحية الباطنية تستعملها لحتى تقول عن نفسها أنها تمثل الخط الوسط، المسيح صلب في الوسط. أيضا المسيح مرتبط بالشمس، والشمس هي الكوكب الذي يحتل دائرة تفرت في وسط شجرة الحياة. فهذه الرمزيات كلها تأخذها المسيحية الباطنية لتشير ولو من بعيد إلى أنها ترتبط بالخط الوسط، أو هكذا هي ترى نفسها. هذه هي النظرة المسيحية. أما بالنسبة للنظرة الإسلامية فالإسلام الباطني يعتبر نفسه بأنه يمثل الديانة الوحيدة في العالم التي تسير في الخط الوسط، ويورد القرآن الكثير من الآيات عن ذلك، كالآية التي تقول بصراحة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وآيات كثيرة تتحدث عن أن المسلمين هم الأمة الوسط. طبعا يسمى الإسلام الخط الوسط باسم الصراط المستقيم، وهذا المصطلح نجده في القرآن بشكل كثير جدا، الصراط المستقيم يعني الخط الأوسط المستقيم نحو إيل مباشرة، نحو كيثر مباشرة. طبعا يرتبط الإسلام الباطني بالهلال والنجمة، حيث يرمز الهلال إلى النفس والنجمة فيه ترمز إلى مبدأ التسليم، لأن الإسلام من التسليم من سلم. وطبعا التسليم يرتبط بالقبول، والقبول يرتبط بالكبلاء، بكل الأحوال نكمل. يرتبط القمر في الكبلاء بدائرة يسود التي توجد على العمود الوسط في شجرة الحياة، وهذا أيضا أحد الأشياء التي يستدل أو يستشهد بها الإسلام الباطني على أنه يمثل الخط الوسط. هذا بالنسبة للإسلام الباطني. أما بالنسبة للإسلام التقليدي فيعتقد بأن عهد الله مع إبراهيم انتقل لابنه إسماعيل بعد أن انحرف اليهود بحسب النظرة الإسلامية، وبالتالي بعد أن أصبح العهد مع المسلمين وانتقل العهد إلى أبناء إسماعيل، فخلاص العالم والمخلص سوف لن يأتي من نسل إسحاق
وإنما سوف يأتي من نسل إسماعيل. ولذلك نجد أن الإسلام يتحدث عن المهدي، لا يتحدث عن مسيح بن داود. صحيح يقول بأن يسوع أو عيسى سيعود مرة أخرى مع المهدي، ولكن المهدي هو المخلص في الإسلام وليس يسوع وليس المسيح، على اعتبار أن يسوع هو المسيح. يعني الإسلام يقر بأن يسوع أو عيسى هو المسيح، بينما اليهود يعتبروه مسيح كذاب. بكل الأحوال أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل خلافهم مع بعضهم البعض، وأريد أن أقول أنه خلافهم مع بعضهم البعض في جوهره هو خلاف كابالي، فهي مذاهب كابالية متصارعة مع بعضها البعض، كل مذهب فيهم يرى أنه يمثل الخط الوسط. أعتقد هذه الحلقة وصلنا إلى نهايتها، وفي الخلاصة نقول كالتالي: أول نقطة يمكن أن نلخص فيها ما جاء في الحلقة هو أنه تم خلق العوالم في الكابالا بواسطة الفيض الإلهي المنبعث من الله المطلق المستتر عبر العوالم، وفي كل عالم من العوالم تجلى النور الإلهي عبر 10 مراحل هي السفروث 10، حيث كانت تلك السفروث تتمظهر في كل عالم من العوالم بشكل مختلف، أسماء إلهية، ملائكة، أرواح، مادة، حيث تعتبر المادة آخر مرحلة في الفيض الإلهي، وهي نتيجة للتدفق المستمر للنور الإلهي المنبعث من المصدر والمتجمع بتكاثف في نقطة المركز. هذه النقطة الأولى. طبعا أريد أن أعلق على هذه النقطة الأولى وأقول بأن نحن علميا، يعني بحسب العلم، بعيدا عن الكابالا وبعيدا عن ما تقول الكابالا، لأنه بالنهاية نحن نناقش الأفكار وندرسها، ولكن ليس بالضرورة أن كل ما نقوله يكون يعني جزء من عقليتنا وتفكيرنا. نحن بالنهاية لنا عقولنا التي نفكر فيها، فبعد أن طرحنا الأفكار الكابالية وأوضحناها نريد أن نقول شيء مهم، وهو أنه بحسب العلم وبالتحديد بحسب فيزياء الكم، عندما استطاع العلماء أن يبحثوا في المستوى ما دون الذري وصلوا إلى فوتونات الضوء. الفوتونات هي أقصى ما توصلت إليه فيزياء الكم في البحث في أسرار الوجود ما دون المستوى الذري. الفوتونات ما هي؟ الفوتونات هي جزيئات من الضوء. يعني العلم الحديث والفيزياء الكم تثبت بأن ما دون المستوى الذري في العالم المادي هو ضوء. هذا يتفق إلى حد بعيد مع ما تطرح الكابالا، بأن كل شيء هو نتيجة انبعاث النور الإلهي، وأن النور الإلهي هو الذي أدى إلى نشأة العالم المادي، وأن النور في كل مكان، أن الفيض الإلهي في كل مكان، ولكنه متكاثف بشكل كبير جدا في العالم المادي. نحن بالفعل عندما نفحص بنية المادة حتى نتأكد مما تطرحه الكابالا، نجد بالفعل أن هذه المادة أصلها نور، أصلها ضوء. هذا ما نجده في فيزياء الكم عندما نصل إلى الفوتون. بكل الأحوال هذا تعليق مني أحببت أن أضيفه، ولكن لا أريد أن أتعمق بشكل أكبر من ذلك. النقطة الثانية في الخلاصة هي أن الشياطين هم الكليبوث، القشور التي تنتج عن تشوه النور الإلهي الذي لم يكن قادرا على التجلي بصورة نقية في نقطة العالم المادي. يعني النور عندما وصل إلى العالم المادي خلق قشرة مادية وصار محتجب وراءها. قبل قليل تحدثت معكم عن الفوتونات وكيف أنها تمثل أدق شيء وصل إليه العلم في بحث بنية المادة. يعني في بحث بنية المادة وصلنا في النهاية إلى الفوتونات، إلى الضوء، إلى النور. فالكابالا تقول أن المادة هي نتيجة تكاثف هذا النور، تكاثف هذا النور عبر مراحل الفيض أدى إلى نتوج الكليبوث أو القشرة المادية، الكليبا. لو نكمل بعد هيك النقطة الأخيرة في الخلاصة نقولها بكل وضوح،
لا يمكن فهم الأسرار الباطنية للأديان التي ظهرت في منطقة الشرق الأوسط وبالأخص الأديان الإبراهيمية إلا في ضوء الكبلة، لأن الكبلة تمثل المرجعية اللاهوتية والروحانية لهم جميعا. يعني لا يمكننا أن نعرف التعاليم الباطنية أو نفكفك الألغاز الباطنية لهذه الديانات إلا بالرجوع إلى الكبلة، لأنها المرجع الحقيقي لهم. هذه نقطة مهمة جدا حتى نتعمق أكثر من خلالها في الأديان ودراستها دراسة باطنية في الحلقات القادمة. طبعا هذا هو كل شيء في هذه الحلقة. يتبقى موضوع الحلقة القادمة. موضوع الحلقة القادمة سوف يتناول تاريخ الكبلة وأصولها التي تسبق اليهودية بكثير، لأن كثير من الناس يعتقدون بأن الكبلة أصولها يهودية. وأنا لا أنكر حقيقة أن اليهود كان لهم دور في تطويرها، يعني حاخام أكيفة، حاخام شمعون بار يوحاي، حاخام إسحاق لوريا الآري صاحب السلم، أيضا بعل هاسولام، كل هؤلاء بلا شك ساهموا في تطوير الفكر المتعلق بالكبلة. لكن الكبلة نفسها نحن نجد أفكارها الأساسية والرئيسية تسبق اليهودية بكثير، وموجودة في حتى ديانات وثنية تسبق الديانة اليهودية بآلاف السنين مثل الديانة المصرية القديمة. هذا ما سوف نتناوله في الحلقة القادمة، التاريخ الحقيقي لهذه الفلسفة الروحانية، فلسفة الكبلة، تاريخها وأصولها وجذورها في منطقة الشرق الأوسط. بكل الأحوال حتى ذلك الحين أتمنى لكم أن تكونوا بخير يا أصدقائي وأن تكونوا سعداء. تحياتي لكم جميعاً.